لا أحد يخفى بأنه فريق الترجي الرياضي التونسي من أفضل القوى الكروية الإفريقية، ليس فريق وليد الألفية الثالثة، ولكن منذ تأسيس عصبة الأبطال الإفريقية وجميع المسابقات القارية ظل فريق الترجي الرياضي التونسي من الأندية الحاضرة في المسابقات الإفريقية، مثل الأهلي المصري، الرجاء الرياضي، الوداد الرياضي، الأندية الكبيرة الإفريقية. هناك تقول مسابقات السوبر ليج، يعني تم اختيار 8 أفضل أندية في القارة الإفريقية، وبطبيعة الحال منهم الترجي الرياضي التونسي هو الفريق القوي بالشقيقة تونس. هناك تقول مباراة الوداد والترجي الرياضي تونسي، بطبيعة الحال أول الأشياء اللي ستصعد الإذهان هو نهائي رادس، والجميع تحدث على هذه المباراة حتى في الندوة الصحفية يوم أمس ديال المدرب عادل رمزي، رغم أنه ما كانش في نهائي رادس قبل 3 سنوات، ولكن أكد بأنه العديد من اللاعبين تحدثوا لي على النهائي. هي مباراة ديال رد ودين، يعني رد ودين كأس سرقت من طرف فريق الترجي الرياضي التونسي بين قوسين لفريق الوداد الرياضي، ولكن المباراة كتبقى في إطار ديالها الرياضي والإطار ديال الودي، وإطار ما بين فريقين شقيقين وبلدين شقيقين اللي هما المغرب وتونس. الوداد وصل لواحد المستوى كروي اللي هو واللي ولا هو من قوى الكرة الإفريقية في ال10 سنوات الأخيرة. ما نظنش بأن الوداد غيكون عنده ديك الرهبة من نادي الترجي الرياضي التونسي، بالعكس الفريق التونسي ولي تكون عنده هذيك الرهبة من النادي المغربي، رغم أن مباراة الذهاب ستكون بمنطقة الدار البيضاء والإياب غيكون في ملعب رادس في تونس. هذا أمر إيجابي للفريق التونسي، ولكن ليس بالأمر الذي سيحسم تأهل الفريق التونسي. الوداد له من التجربة من اللاعبين الدوليين، من اللاعبين المحترفين، ومن اللاعبين اللي تم انتدابهم في الميركاتو الصيفي الأخير باش يحقق نتيجة إيجابية في الذهاب وكذلك في الإياب، لأنه الأهم في هذه المباراة هذا لأن الأهم في هذه في المباراتين هو التأهل للمباراة النهائية. وكان الوداد عنده من المقومات الكاملة ليكون في الطرف النهائي رفقة سان داونز الجنوب إفريقيا أو الأهلي المصري. ما يمكنش تقول شكون المرشح من هذه 8 أندية، هذه 8 أندية من أقوى الأندية اللي كاينة في القارة الإفريقية. هناك أندية أخرى مثل الرجاء، مثل شبيبة القبيل، مثل الزمالك المصري، العديد من الأندية القوية في القارة الإفريقية ما كايناش في السوبر ليج الإفريقي. يعني تم اختيار 8 أفضل الأندية في القارة الإفريقية، ومن كتقول 8 أفضل الأندية كاين المواجهات المباشرة من ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي، وهادشي اللي ما كاينش حتى في عصبة الأبطال الإفريقية. فريق الوداد الجاز إنيين بالنيجيري بالعلامة الكاملة، فوز بالذهاب بهدف لصفر، وفوز في الإياب يوم أمس 3 أهداف لصفر بالنتيجة والأداء. مباراة نصف نهائي، نقدر نقول لك نهائي قبل الأوان، لأنه الوداد والترجي كرجع لذكريات سنوات كثيرة، ليس الترجي فقط الكرة التونسية مع الكرة المغربية سواء في المنتخب الوطني أو المنتخبات الوطنية أو الأندية التونسية رفقة الأندية المغربية. هو لقاء يعني غتكون فيه العديد من ما نقولوش الصعوبات، هو العديد غيتحكم فيه أمور قليلة اللي غتخلي الطرف يكون اقوى من الطرف الاخر. وكنظن الوداد عنده تجربه مدربه، تجربه لاعبيه، بالاضافه للحضور الجماهيري سواء اللي غيكون في المركب الرياضي محمد الخامس، سواء اللي غادي يرحل مع الفريق العاصمه تونس، يكون دافع اساسي للاعبين فريق الوداد والوداد الرياضي لتمثيل الوداد ولتمثيل المغرب في اول مسابقه قاريه اللي اسمها السوبر ليج الافريقي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.